حاب نشوف الاكسبيريونس تاع العباد، حاب نشوف عباد شنو صورت شنو ما صورت شنو كانت ليدي نتاعهم كي صوروا كيت دون سو جون فور لو مومون بزاف مشيت شي انا ان فيت مي بوركو با بوركو با بروشينمون تري بروشينمون عندي حتى فكره على حتى فيلم اما في بوزي باش نمشي خاطر نحب نكتشف اخراج تونسي ممثلين تونسي كيما نقولوا احنا انطباعاتهم في الفيلم انطباعات الجمهور على الفيلم وي بيان سور باش نمشي اما خاطر مغروم فرحان برشا انا خاطر كونه كل مره يعملونا حاجه كيما هكا اي مام هي قاعد هي بديت البروغرام ونستنى المراه باش تختار بون انا مانيش نكون جاي برشا مي معامل على المراه هي باش تختار بون عجبتني الاوفرتور برشا سينو ما نعرفش مازلت حتى نشوف الافلام نحب نشوف مختاري لي كور ميتراج اماتور خرجت برشا حضرت عم ناول وان شاء الله السنه زاد كيف كيف نحضر كو بور لي كور ميتراج انا جو سوي ماتا روتريتي كيما نقولوا عندي برشا فراغ ولهذا فهمتني سي تي اوكازيون فهمتني لا باش يجي واحد يتفرج فهمتني لا في ايام قرطاج السينمائيه معناتها سي تي اوكازيون فهمتني لا مبدئيا ما عنديش حتى برنامج باش نحضر وما خممتش فيها اصلا الحكايه كيف ما قلت لك بالحق معناها على اللي صاير في البلاد وعلى الوضع والحاجات اللي راهو فيها حزينه ما نحبش ندخل نتفرج ولا نضحك ولا نعرش ما نحبش حتى حكايه تخرجني من الموضوع اللي احنا يلزمنا نعيشوه ونقعدوا فيه ما عنديش الجو باش ندخل نتفرج ونضحك ونعمل جو وننسى اللي صاير بون انا تو وين جيت باش نقص نلقى القسام الكل في بلاصه واحده دونك معبيه برشا ما تفهمش هو ابوني او كل سينما واحد و لا بيسي لهنا هي مسحه والاخرى غاديكا لازم نقصها انا نقصها في المدرسه نحب نتابع السينما نحب نشوف هنا شنو هما العروض الجدد كل يوم ان شاء الله نكون هوني جوست حابه نجي نشوف افلام جدد ثقافه جديده واحد مهم معناتها باش يجي ويتفرج في الافلام زيد حاجه زيد حاجه الروح فما لجنه تحكيم فيها بعباد معروفه لا ما فماش عباد معروفه وحتى الببليسيتي تاع الجي سي سي مش كيما عملناه والخدات سكسي كبير مع هذا ديجا حتى شبابيك التذاكر الايامات هذه ما معبيه ديجا حبينا نقصوا افلام تاع ثلاثه وتاع تاع الماضي ساعه وتاع ثلاثه ما لقيناش تيكيت ان شاء الله تكمل هكا البلاد وان شاء الله تحرك على الاقل بعث ليك نبعد شويه على الارهاب اي مشي نمشي وعملناه ومشيت زاد وسني هاني بريزونت فما تسكر ياسر يوفيو بكري كيما توا جينا كيما توا جينا نلقاو تسكر فيو من نص النهار فيو البارح كيف تسكر فيلم في 6 دقيقة تسكروا فيو من 11 مانيش باش نحضر الخطر نخدم ظروف ما تسمعش ان شاء الله كامل تبع هذا التلفزه و افريسكو سنة بديت ديكور ميتراج وسكري سافا بون سايبي C'est la première fois que je suis en GCC. Voilà, donc raison de plus, je suis au cinéma. انا شفت الدوره هذه فما برشا حاجات مزيانين اول حاجه اللي هي كي حاجه انت كيفاش معناتها المدفع نتاع جيسي كيفاش كيفاش ودي ان شاء الله نتمناو يكون ديما ما خير نتمنى نشوفوا نخطوا على المروك شويه وما مش حاجه برشا كونت اون بيان اورغانيزي لي جي سي سي في موعدها وفي تاريخها رغم لي سيركونستانس ورغم التضييقات ورغم الخوف ربما عند بعض الناس يبقى ديما احنا توقين للابداع وللحركه الفكريه وهذا يساعد برشا ونتروفي ان ايكيليبر معين ان شاء الله ربي يسترنا وكذا